وعانا اخر تفوق معنا حلقه بسم اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، معك منيب ابو صقره محمد عبيد. انا جبتها حصه درجه 277 ابقي الهوز الخاصه مع التلاميذ. منافستكم قويه. زعمنا 11 نفر. انا نجاحي ده بهديه لامي وابوي والخيلان والعمام عند بالجزيره الفرحانين معي، يعني متابعين من بعيد بعيد شايلين همك. انا بقول لهم النجاح ده سوى فيني زي ما سوى في الاصمعي صوت صفير البلبلي، لما قال صوت صفير البلبلي هيج قلبي الثملي. فالنجاح ده يعني فرحني شديد جدا جدا، يعني كنت مبسوط جدا اما سمعت الدرجه كنت زاعم منيبه وصقره محمد عبيد 277 ثالث مشترك. والزغاريت الزغاريت والحله كلها، يعني حتى لحد الجزيره الزغاريت وصلوا. الناس ضربوا الو، نحن الحله كلها الفريق كله قالوا لي تلمى. والناس شغاله تزغرت، اخواتي بالجزيره وخيلاني وكلهم وعمامي هناك. الذبايح ما والله ما سالت منها لك. الف مبروك. لا تقول شنو في المسابقه. انا غايته